الحكومات فأيضا ستغير ببطء، لأنها لا تستطيع أن تتحمل هذا الكم الهائل من الإجرام الذي تقوم به الآلة الصهيونية. طيب مع الوزير، ربما البعض يرى أنه ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجيش الاحتلال ليس هو الحل، الحل يأتي فقط أن تكون هناك دولة، لكن الحل العسكري لن يحل المشكلة ولن يكون هناك أمن للإسرائيليين طالما فيش دولة فلسطينية مستقلة. هذا بيت القصيد كما يقال، وهذا هو الموقف العربي أصلا. نعم. وإذا نظرنا للأمر من خلال ما جرى على الأرض، نعم، من غير تحليلات سياسية ونظرية، نعم، منذ أن توقفت عملية السلام التي كانت واعدة في البدايات إلى يومنا هذا لم يهدأ الشرق الأوسط. ندخل من حرب إلى حرب، غزة هذه سابع حرب تخاض عليها، الضفة الغربية في حالة حرب طويلة الأمد. صحيح التركيز على المذابح اللي بتجري في غزة، لكن هنا جبهة في الضفة، جبهة دائمة سنوات عمرها، جيش إسرائيل كله موجود في الضفة الغربية، المستوطنين والجيش هم الذين ينكدون وينغصون حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية. كل ذلك بسبب غياب الحل السياسي. إذا تم التوصل إلى حل سياسي يرضى عنه الفلسطينيون والعرب، لأن صرنا الآن رزمة واحدة، ما فيش فرق. إذا لم يحدث هذا الحل الذي يرضى عنه الفلسطينيون والعرب وفق القانون الدولي، فالشرق الأوسط سيظل ينتقل من حرب إلى حرب إلى ما لا نهاية، وأعتقد أن العالم بدأ يدرك ذلك. لهذا أتوقع أنه بعد هذه الحرب سيكون حراك نشط على الصعيد الإقليمي والدولي من أجل تثبيت حل الدولتين كواقع وليس كمجرد شعار يتحدثون به دون أن يقدموا أي جهد باتجاه تحقيق. مع الوزير، دلوقتي قدمنا عدة روايات فيما يتعلق ما بعد، ربما حتى لو كلام سابق لأوانيه ولكن سيحدث، أنه الجزء الأولاني بنتكلم على دولة فلسطينية وتعود السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة كما كان ما قبل 2007، تعود السلطة مسؤولة عن قطاع غزة. في رأي آخر، وربما رئيس الوزراء حكومة الليكود نتنياهو أو حكومة الحرب الإسرائيلي بيتكلم على لن يسمح بعودة السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس إلى قطاع غزة. ماذا عن هذين الأمرين؟ هذا إذا كان نتنياهو هو المقرر آه. ويفرض موقفه على العالم. لا يوجد أحد في العالم يقبل ببقاء إسرائيل في غزة بما في ذلك حامية إسرائيل الولايات المتحدة. إذن هو يتحدث خارج السرب، حتى حلفاء لا يقبلوا ذلك. ويقول هذا لأنه بحاجة إلى أن يخاطب الرأي العام الإسرائيلي الذي أطاح به قبل أن تجري الانتخابات. ما معنى أن نتنياهو المؤبد في رئاسة الحكومة الإسرائيلية ينحدر إلى أن يكون هو وحزبه لهم 18 نائب في استطلاعات الرأي وغانتس له 40؟ هو يرى هذا، نتنياهو عبد لاستطلاعات الرأي، كلما يقرأ تراجع، كلما وجد لغة يعبر فيها عن أمله في أن هذا التراجع سينتهي. لذلك ليس هو من يقرر. أنا بقول لك بمنتهى الصراحة، غزة الآن في داخلها على الأقل على 50,000 موظف فلسطيني يتقاضون مرتبات من السلطة الوطنية الفلسطينية، مش محتاج أنت ترجع لا على دبابة إسرائيلية ولا على غيره. في داخل غزة جسم بيروقراطي يدير دولة، مش فقط قطاع غزة. زائد الإخوان المصريين مش تركين غزة، إخوان المصريين يعني دعموا 100,000 مرة أول إنهاء الانقسام، كانت عاصمة العمل الجدي لإنهاء الانقسام هي القاهرة كما ندرك. الحرص على غزة الذي كان يوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ويمنع المذابح، التهدئة التي كانت تقودها مصر في أغلب الأوقات، وبالتالي في هذه الفترة إذا انسحبت إسرائيل، ويجب أن تنسحب لأنه إذا بقيت لن يتعاون معها أحد، لا عربي ولا فلسطيني هو يفكر أنه يبقى في غزة حاكم والآخرين يديروا الخدمات المدنية والخدمات لا، هذا مش هيحصل أبدا. جندي إسرائيلي واحد في قطاع غزة يعني أن القطاع محتل، وبالتالي نحن وإخواننا المصريين وإخواننا العرب
وحتى الدول الصديقة نستطيع أن نملأ الفراغ في يوم واحد.